آمين. اللهم يا رب سخرين له ما بعد الموت. آمين. 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 محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. آمين. والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إسماعيل بن موسى منك مفتي زيمبابوي. الشيخ أحمد ديدات الفقيد رجل كان معروف في العالم الإسلامي وحتى في العالم كله، وخدم الإسلام والمسلمين بطريقة غير مسبوقة. يعني سبحان الله بين مواضع الاختلاف والاتفاق بين الأديان، بين الإسلام والنصرانية واليهودية، مواضع الاتفاق والاختلاف كذلك. والحمد لله انتقل إلى رحمة الله. اليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مآثره عظيمة كبيرة جدا، وأنا أنصح جميع المستمعين أن يعني يأخذوا أو يشتروا من السيديهات الموجودة في العالم أجمع ويسمعوها أو يشوفوها، سواء كانت مرئية أو مسموعة، ويستفيدوا منها، لأنه بيّن مواضع ضعف الأديان الأخرى وقوة الإسلام، ومواضع يعني الأخطاء في الإنجيل والتحريف بيّنها، وكان يحفظ الإنجيل يرحمه الله حفظاً يعني أحفظ من البابا في الفاتيكان. والقصة المعروفة لدى الجميع أن البابا يوحنا الثاني
الذي مات الذي يعني قبل فترة لم يأتي إلى جنوب أفريقيا إلا بعدما مرض الشيخ أحمد، لأن الشيخ أحمد قال له إذا أتيت إلى جنوب أفريقيا لابد من مناظرة، وكان البابا هذا معروف أنه كان يخاف من هذه المناظرة، لأنه ما من شخص ناظر أحمد ديدات إلا ويعني تقريبا نستطيع نقول هزم في جميع المناظرات. فلذلك يعني ننصح الجميع أن يدرسوا يعني ما قدمه الشيخ هذا للإسلام والمسلمين، والكثير والكثير من الناس دخلوا الإسلام على يديه. وأنا أعرف حتى في ملاوي وزيمبابوي وبعض الدول يسمعون شرائطه وينظرون إلى هذه المناظرات ويدخلون في الإسلام مباشرة. فالحمد لله يعني له خدمة، خدم الإسلام والمسلمين بشكل عجيب. وكما تشوف اليوم الجم الغفير أظن في جنوب أفريقيا، يعني هذا عدد يعتبر عدد هائل كبير جدا لحضور جنازة مثل هذه، فالحمد لله على ذلك. وفي نفس الوقت ندعو الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته. بالمناسبة أنا كنت في المملكة العربية السعودية عند وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، واليوم وصلت من جدة اليوم وسمعت الخبر ووصلت هنا مباشرة لقربي من الشيخ الفقيد رحمه الله، وحسيت نفس الإحساس أن قبل أسبوع فقدنا يعني شخص خدم الإسلام بطريقة مختلفة، واليوم فقدنا شخص خدم الإسلام بطريقته الخاصة، واستفدنا من الاثنين، ونسأل الله للاثنين بإذن الله أن يدخلهما الجنة فسيح جناته. وجزاك الله خير. My name is Yusuf Ahmed Didat. I'm the son of Ahmed Didat. Will you tell us what is your desire? Alhamdulillah, he always had one desire and one wish for the Ummah, is to do dawah to the non-Muslims. Whenever people visited him, that was his wish. Because the Muslim is not doing dawah. We have stopped doing dawah. We are getting involved in little disputes. And that is keeping the Ummah back. That is why we have insects like Bush, insects like Sharon, that can defeat us because we are not united. And Sheikh Didat said, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah and do not be divided among yourselves. That is his wasiyah. The Muslim is getting divided. Hold fast to the rope of Allah and don't be divided. بين مريديه ومنتقدي أسلوبه في الحوار مع الآخر، رحل الداعية الإسلامي أحمد ديدات تاركا وراءه إرثا متميزا يكاد يجمع عليه، في أن الحوار مع الآخر والتأثير فيه يكون بالكلمة والجدال بالحسنى لا بالقنبلة والرصاص. غسان أبو حسين، الجزيرة، ديربن. لا إله إلا